ما بين اتفاق نووي ينهار وناقلات نفط تحتجز وأمن يتزعزع في المنطقة، صلة مباشرة برأي الرئيس الإيراني. يقول روحاني لوزير الخارجية العماني العابر لمضيق هرمز في طريقه إلى طهران أن إيران وعمان هما المسؤولتان عن أمنه، أمن يسعى إليه الجميع ويتهم الآخر بزعزعته. يبدي الغرب قلقه من التحركات الإيرانية في المياه الخليجية، فتقول طهران إن جذور التوتر تكمن في التواجد الأجنبي في المنطقة. جلب أسطول أوروبي إلى الخليج الفارسي خطوة تحمل تهديدا وعدائية في الظروف الراهنة وستزيد من التوترات. هنا قبالة بندر عباس ترسو الناقلة البريطانية الموقوفة ستينا إمبيرو. هدوء الأمواج حولها لا يقابله هدوء في التصريحات السياسية عنها، يتمسك الجميع بمواقفه. لا تخرج الأمور عن عقالها، لكن ما من بوادر انفراجا وإن كانت القنوات الدبلوماسية تبدو مزدحمة. توقيفها لم يحمل رسائل إقليمية ودولية فقط، بل أريد له ربما أن يمنح الإيرانيين دفعا معنويا، خاصة في ظل الضغوط والعقوبات التي تواجهها إيران. جدية تبديها طهران وتبعث برسائل طمأنة. فبعد إطلاق سراح 9 هنود من طاقم ناقلة رياح الموقوفة بتهمة تهريب الوقود، ها هم الدبلوماسيون يزورون أفراد طاقم الناقلة البريطانية. إيران أعلنت أنها لم توقف الناقلة لأنها بريطانية، وإنما لعدم مراعاتها القوانين، وطهران لا تريد التوتر في الخليج الفارسي ومضيق هرمز بالتأكيد. ليست القضية ناقلة هنا أو هناك، بل أمن ممر مائي دولي لا يتنافس الجميع عليه ولأجله فقط، بل وفيه كذلك، وهذا ما يحذر منه الجميع أيضا. بين ناقلة بريطانية أوقفت هنا قبالة بندر عباس وناقلة تحمل نفطا إيرانيا أوقفت قرب جبل طارق، تدخل المياه الخليجية مرحلة لا يتمنى أحد بعيدا عن الأسباب أو التبعات أن يرى فيها مزيدا من التأزيم. حازم كلاس، العربي، من قبالة بندر عباس في المياه الخليجية.